نحن ليش اجينا لهون؟ هون ملكة الليل. كنت نفكر انه خلص مشوارنا. تعا شوف كيف بلشت تفتح. هاي الزهرة بيسموها ملكة الليل، بأول الليل بتلاقيها فتحت والصبح بتهر وبتموت. هالزهرة من أندر الأزهار بالدنيا، عمرها قصير كتير ومستحيل تكون ملك لحدا. كتير حلوة، إذا لمسنا بتموت. يسلم إيديك فاطمة. صحة وهنا. صباح الخير أخي. صباح النور. لسه ما فاقت يسرى؟ من شوي فاقت، هلأ بتجي. إذا كان بدك شي بعمل لك يا. لا، إلي من امبارح عم حاول اتصل بنزار، انشغل بالي عليه وما عم نقدر نتصل بمجد كمان. ومالك قلقان بنوب؟ أنا بعرف وينه مجد، بعد شوي بيتصلوا فينا من شي مجلة ومنعرف وين كان سهران للصبح. بس نحن كمان في حق علينا بوضع مجد. ما إلك سيرة غير نزار وشو عمل، يعني الشاب صار حاسس إنه عم يتاكل حقه. لو بتعطيه مسؤولية مثله مثل نزار بالشركة يمكن يشتغل وينجح أكثر منه. ما مليتي من نفس الموضوع أختي داء خلقي من كتر ما جاوبتك. يا بده يصير مثل ما أنا بدي إياه، يا أما بده يضل طول عمره عم يشتغل تحت إيد نزار. أهلين وسهلين مجد بيك. بتحب أعمل لك قهوة؟ اسمعي، أنا ما أجيت على البيت أبداً وأنت ما شفتيني. ماشي رنين؟ لك وينك أنت لهلأ يا رجل؟ والله شغلت لي بالي عليك. أنا مو مهم، بس كل اسطنبول عم تتصل فيني على الموبايل وما بعرف شو بدي أقول، منشان هيك أنا ما عم رد على حدا. لك احكي بقى، وقعت بالبحر شي؟ ليش هيك حالتك؟ وقعت بالحب. أنت؟ حاجي بقى احكي لي شو الموضوع. لشو؟ شو الغريب، ما بصير حب يعني؟ مستحيل طبعا، لأنه نزار اللي أنا بعرفه بيحب شغله وبس. مو صحيح أمير، بكل بساطة وقعت بالحب. أنا حاسس حالي طاير بالسما. مبين عليك انت مو طاير، غرقان. مين هاي البنت اللي غرقتك؟ طلع فيني. اوعك يا نزار تكون البنت تبع محل عطور. انا رايح على غرفتي، بدي اغير ثيابي وبعد شوي بشوفك. لك نزار اسمعني، عزيز بيك صرعني، اتصل فيه لحتى اخلص من هالتوتر. أنا بوصل بعد الظهر على الأربعة، إذا عمي عزيز ما كان بالشركة فرح يجي على البيت دغري. ماشي، قلي شو حابب تاكل على العشاء لأقول لخالي فاطمة تطبخ لك. إذا كان هذا نزار أعطيني إياه. إيه لحظة شوي، بابا بده يحكي معك. بس عزيز شو بدنا نعمل بهاي؟ نحكي بعد شوي، طول بالك. حكي لي شلون كانت الصفقة؟ كله صار مثل ما بدنا. ما شاء الله أمير قدر يقنعهم ودبر كل شيء. لا عمي عم بمزح، شو طالع بإيده أمير؟
إلا شوي كان رح ينزع الشغل كله. آخ، عم تلعب بأعصابي يا غليظ. سوري. يعني ما سألك عني؟ كأنه ما بتعرفه العمي عزيز، ما بحب الحكي الزايد. قال لي سلم على أمير وبعدين سكر. إيه الله يسلمك. أنا هالسنة أكيد رح أغير سيارتي، أو عزيز بيك بيعمل لي مكافأة. تعرف إنه الحب حسنك كتير؟ صاير عم تخفف دم وتنكت. راح نزار الغليظ وإجا نزار اللي بيمزح. سوق. على هالحالة بدنا نتأخر. خفت كتير اني ما اوصل على الوقت. هي اخر مره رح بعد عنك. اول ما اخلص شغلي رح ارجع لعندك فورا، وما رح نفترق ابدا. انا كيف بدي اقعد بلاك؟ بدك تستني شوي حبيبتي، بس كم يوم وبعدين رح اكون معك. امسك، عملته كرمالك. هذا عطر الحب. عن جد هذا العطر أحلى عطر بشمه بحياتي، وهالعطر رح ينسيني العشاء اللي تعشيته بعد. هالعطر ركبته لألك وبس. أنت هلا عطيتيني أحلى هدية بحياتي كلها. ريحة هالعطر كتير حلوة، ونحن لازم ننشرها بكل العالم. عن جد فكري شوي، أنت ما بتحبي تشمي ريحة عطرنا وحبنا بكل مكان؟ عملته وما فكرت بهالشي، بس لازم يحطوا عليه ملاحظة، يستخدموه العشاق واللي بيحبوا بعضهم. واقف هون. أنا بعرف في معك نسخة تانية من المفتاح. يلا افتح. طلع الحق معي.
حلو والله. أهلين، شو مين بتكون الخانم؟ لك شو عم بيصير؟ زدت برا فورا. غسان شو عم بيصير؟ لك تحرك. ايه فهمني مين هاي، شو عم بيصير؟ عمتي انت شو عم تعملي هون؟ اصحى بقى مجد، اطلع لبرا ممكن؟ أنا ما كبرتك كل هالسنين لتوصل لهون، كيف بتكون مستهتر بهالشكل هاد؟ قلي. قولي عمتي قولي، ما بتكفيني بهاد الأبي، أنت كمان زيديها شوي. إذا أبوك بيشوفك بهالوضع هاد بيقتلك، بياخد جستك وبيرميها للكلاب. كل عيلة فيها واحد وسخ، وبهي العيلة مجد، تقبلي الحقيقة. لا ما بدي أتقبلها، أنا ما بسمح شوف اللي ربيته مثل ابني ومن لحمي ودمي يكون مسكين وحياته تكون سافلة وتافهة بهالشكل، عم تفهم؟ حاول ترجع لوعيك، رح تورجيهم كلهم إنه أنت ابنه الوحيد العزيز. أنا ما بسمح لك تنسى إنك حامل دم أبوك. يلا بقى قوم على حيلك، شغل أبوك ومصاري مو لنزار، ما حدا غيرك بيستحق يحصل عليهم، فهمت؟ نعم، ايه أنا على الطريق وصلت. أنا كمان عندي حكي بدي أقوله بس لشوفكن. أهلين وسهلين. أهلين غسان. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مبروك، قال كسبت الصفقة. يسلم. شو وينه عمي عزيز؟ ليكو جوا، أكيد مشتاق له. أنا رح شوفه وأرجع. شوفه، معلش معلش. ما رح يقدر عليه مجد. من وين عرفت هالشي بقى؟ ما شفتي؟ أول ما وصل راح فوراً مشان يشوف أخوكي. بابا؟ ليك مين إجا؟ نزار؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك عمي. شو صاير فيك؟ كأنك متغير، ما هيك؟ بنوب، بيكون تعب السفر. إيه، عود لنحكي، في عنا شغل ضروري ابني. حرام عليك بابا، يعني ما في غير الشغل؟ خليه يقعد شوي معي، مشتاقة كتير لجوزي. مو معقول هالبارفان شو حلو. انكرويابل. هذا العطر لنزار. نزار قال لي يا ريت ريحة حبنا تكون عم تفوح بكل العالم.
نعيما حبيبي. شكرا. على شو عم تطلعي؟ يلا انقلعي. بغاري يا روحي، شو بعمل؟ بموت من كتر الغيرة عليك. شو هاد؟ جبت لي هدية؟ لا يسرى، هاي الهدية لإلي أنا. ريحته حلوة، رح يلبق لك هالعطر. يسرى عمي ناطرني ورح نحكي بموضوع مهم. أنا مشتاقت لك، معلش خلي أبي يستنى. يسرى، أنت بتعرفيني ما بحب هالحركات بنوب. بس لا تنسى أني مرتك ومن حقي هالشي. هالحركات عم أعملهم مشان ذكرك أنه متجوزين. عم بتذكريني؟ بس أنا نسان أمور كتير، مثلا كون مرتاح وكون سعيد وعيش حياتي، وأهم شي أني نسيت كيف بتنفسوا. والله هالشي مو مهم بنوب. أنت بفضلي وصلت لهون، بقى بتمنى ما تنسى هالمعروف. هالحياة وهالرفاهية عايشهم بفضلي، اوعى تنسى. أنا طلبت أتجوزك؟ مفكرة إنه الحب يكون إنك تبهدليني وتسمعيني كل يوم هالحكي؟ نسيتي إنه أنت اللي جبرتيني وترجيتيني وبعدين حاولتي إنك تنتحري؟ أنا كرمال عمي عزيز ما ينحرق قلبه على بنته قبلت أتجوزك وعيش بهالبيت. تعا ابني تعا. بهالسرعة خلصت؟ بالعكس، هون بتصير صعبة أكتر. الواجهة دائما أصعب شيء. بتعرف ليش على طول بعمل سفون؟ لأنه الشغل فيهن علمني شيء ضروري كتير إنه يكون بحياتنا، واللي هو الصبر. عم تحكي كأنه حياتك ما كانت صعبة بنوب. كل الشغلات اللي عشتها من قبل ما علمتك الصبر؟ علموني اتحمل بس ما علموني الصبر، وهالشي مختلف كتير. الصبر انت بتختاره بإرادتك. الإنسان لما يكون في شغلات بينغصب عليها بيتحمل. بالصبر بتكون دائما مبسوط وفي عندك أمل. طيب وأنا شو عمي؟ أنا أصبر ولا أتحمل؟ هذا ما اسمه صبر بنوب، وفا. لأنه الصبر والتحمل كمان في له النهاية، بس الوفا بيضل طول العمر. بس الوفا بأوقات بيوجع. ما في شي بالدنيا ما فيه وجع ابني، وهيك موضوع كبير لازم هدوء ورواء وتفكير منيح. خلاص المسا بنرجع بنحكي بهالقصة. عمي أنا عم فكر إنه نطلع نتعشى أنا ويسرى اليوم، في موضوع لازم أحكيه معه. أهم شي بالصبر هو اللسان. شو بدك تجاوب؟ بشو بدك تحكي؟ والأهم هو الشي المفروض إنك ما تحكي فيه. بس أنت من شوي قلت لي اللي عندي مو صبر، عندي وفا. عن إذنك. We'll be right back.
يلا قومي بدنا نروح نتعشى سوا. بس أنا وياك؟ إيه. في مطعم قريب أكله كتير طيب. ما بتفرق معي وين ما بدك بنروح. لقوم اتصل بالكوافير يجي. بس شو بدي البس؟ هذا مناسب؟ شبك يا غبية بيكون رح يلبس طبعا. الو ماجدة كيفك؟ صحتي عال العال. ليكي نزار مرجع من فرنسا؟ مصمم كثير نطلع نتعشى سوا. ايه مزبوط رايحين على هداك المطعم اللي رحنا عليه انا وياكي من فترة. ايه طيب ماشي. لك انا بشوفك هنيك باي. شرفت. شكرا. شرفتوا. شكرا. كل القصة انه بدنا نحكي كلمتين، ليش اجينا على هيك مطعم؟ حياتي لو سمحت ابتسم شوي، بترجاك. يسرى خانم، اهلا وسهلا. اهلين فيك. تفضلوا، الطاولة جاهزة. يلا. إلين؟ أهلين يسرى. كيفك؟ منيحة. شكرا كثير. تفضلي يا خانم. نزار بيك. أنا ما بدي يسلم. هاي مينو المشروبات. يسلم. شو نطلب؟ اختاري اللي بدك اياه، ما بتفرق معي. طيب هاد اللي كنت عم بطلبه منك نزار. كل الوقت منضل بالبيت ومن الملل منتخانق، منيح طلعنا نغير جو اتنيناتنا. نحن مو مشكلتنا المكان يسرى. مزبوط معك حق. عم تضيق اخلاقك من عمتي وصهري ومجد. بس مشكلتك مو معهم، مع بابا. بتعرفه. اذا الموضوع مضايقك مننتقل فورا. بس بصراحة انا ما عندي مشكلة معهم بدون. الموضوع له علاقة فينا نحن. اذا قررتوا فيني اخذ طلباتكم. ايه اكيد. جبلنا المقبلات سلطة خضراء. كمان مع برك مشكل. وكوجبة أساسية بدنا ناخد أريدس بالصوص. ونبيت أبيض كمان. تكرم عينك. إلك الحل الوحيد شو هو؟ ولد. ولد شو يسرى؟ أنا شو عم أقول وأنت شو عم بتقولي؟ والله هالحل ممتاز. نحن اللي ناقصنا بزواجنا ولد. لك أي زواج هاد؟ برأيك إنه نحن مثل أي اتنين متزوجين؟ ما أنا يا نزار هاد اللي بقصده بحكي. لو عنا ولد صغير منصير عيلة حقيقية وحلوة. أنا مقرر إنه نتطلق. رح حاول أمسك أعصابي. شو الموضوع؟ نزار؟ شو اللي تغير بوضعنا؟ وقعت بالحب. هي مزحة مو؟ كيف بتتجرأ وبتقول هيك شيء؟ أنا ما عم بمزح. مستحيل تحب. ما فيك تحب غيري، ما بسمح لك أبدا. ما حدا طلب منك تسمحي لي، أنا عم خبرك بالوضع وبس. نحن المفروض ننفصل من زمان يسرى، وأنت بتعرفي كتير منيح ليش لهلأ نطرنا. ما عم صدق اللي عم تقوله يا نزار. بس كرمال إنه تجرحني عم تقول هالحكي. آه لأنه زعلت مني. أنا بعتذر. اللي صار اليوم ما دخل. بعرف. حكيت بدون قصد. يسرى اللي صار اليوم ما دخل بنوب. أنت كمان رح تكوني مبسوطة صدقيني. بتظلمي حالك إذا بتقضي عمرك مع واحد ما بيحبك ولا بيقدر يكون زوج لإلك. مساء الخير، كيفكن يا حلوين؟ عم نحكي بموضوع مهم. خير حبيبتي، صاير شي معكن؟ يعني انت ما فيكي مخ؟ عم نحكي بموضوع مهم. من إلي؟ يي إلي؟ هي مجنونة على الخالص. بتقلي تاعي المسألة شفتك وبعدين بتقلي الأدب. مو بإيدي. أنا ما فيني عيش من غيرك بالمرة. لا تخافي يسرى، رح تعيشي. أول فترة بتكون صعبة، بعدين بتلاقي مين يحبك وتحبيه وبتتزوج، وبعد فترة أنا متأكد من هالشي. أنا بلاك بموت.
بوس ايدك نزار، ما تتركني ابدا، بترجاك لو سمحت ما فيني حب حدا غيرك ابدا. يسرى صدقيني انت مشاعرك تجاهي مانا حب، هي اسمها مرض. اذا بتعطي حالك شويه وقت رح تتاكدي من حكي. طيب طيب فيك تروح وتتسلى معها، بحلف لك اني ما افتح تمي بكلمه، بس نحن ما نفترق. انت ما عم تفهمي شو عم بقول؟ انا حاليا مغروم. مستحيل هالشيء، مستحيل. عم اقول لك ما رح خليك. قومي خلينا نمشي. يلا بعد عني يا حقير، بعد. صفي خليكي لحالك. نزار يا نزار، نزار نزار تعال. نزار لا تروح، أنا بعتذر. اسمعني خلاص ننسى كل شيء، اللي إنك كانت بس يسرى انفضحنا قدام العالم بلا ما ننفضح أكثر. خلصنا اللي بالأول إنك ما بدك تترك. بلا أنا قررت أتركك. يسرى شو عم تعملي؟ ما فيك تسوق السيارة وأنت بالحالة. مين بتكون؟ مين هي الوسخة اللي بدها تاخذك مني؟ لا تكبري بالحكي. زعلت لأنه قلت عنها وسخة، بس هي أكثر من هيك بالحقيقة. قولي شو ما بدك، طالعي كل يلي جواتك، لأنه آخر مرة رح تشوفي وشي. ما بقى أتحمل حركاتك اللي بلا طعمة. أنا ما بعطيك لغيري، ما ممكن. ألو نعم. شبك عزيز؟ بابا شوفي صاير شي. وين الدكتور؟ أهلين عزيز بيك، أنا رئيس الأطباء بالمشفى. وهلأ شو وضعهم؟ واحد منهم بغيبوبة، بعد التشخيص طلع في نزيف داخلي وبده عملية، ومع الأسف الوضع خطير. مين؟ بنتك يسرى خانم.